عندي 3 كوبايات من الدقيق، وعندي 2 كبار من اللبن البودرة، وعندي 2 معلقة خميرة فورية، ¼ كوباية من الزيت، ورشة ملح، و2 معلقة كبيرة من السكر، ومية للعجن، وجزر مبشور، وزيتون مفروم، وبصل أخضر، وفلفل مفروم سواء حامي رومي ألوان اللي انتوا عايزينه، وبصلاية كده صغيرة مفرومة مش كتير، و3 معالق كبار من الزيت، وملح وفلفل. تعالوا كده ايه واحدة واحدة نبدأ نعجن. أول حاجة أنا هحط عندي الدقيق في العجين أو في البولة اللي أنا هعجن فيها بإيدي أي حاجة. هحط عليهم اللبن البودرة، واللبن البودرة لو مش متوفر تقدروا يعني تشيلوه من الوصفة مفيش مشكلة. 2 معالق سكر، 2 معالق خميرة. أستاذ حسين صباح الفل. صباح الفل. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ دايما يا رب الحمد لله والله كله زي الفل. الحمد لله. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. ربنا يخليك. شكرا استاذ حسين. ان شاء الله كده يكون سنه سعيده جديده يا رب، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. يا رب. الله يخليك. ودايما كده منورانا باكلاتك الله يخليك، ودايما كده كل سنه ان شاء الله تبقوا معايا ونبقى مقضيين كده في البرنامج ان شاء الله باذن الله، كل سنه مع بعض باذن الله. ان شاء الله. شكرا. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك. الله يخليك استاذ حسين. تسلم. صباحك زي الفل. عندنا 3 كوبايات دقيق، حطيت عليهم 2 معالق سكر، و2 معالق خميره، و2 معالق لبن بودره. ما عنديش لبن بودره هشيله مفيش مشكله، اعملوها من غير لبن بودره. وحطيت رشه ملح. تمام. وهبدا بقى ايه احط كل الخضار. انا هنا مش هحشي الخضار، انا هحط الخضار. عندي شويه بصل اخضر، بصل بصلايه صغيره مفرومه، ما تحطوش كتير عشان طعمها مش بيبقى حلو، لو البصل زاد زياده عن اللزوم بيبقى يعني قوي قوي حامي قوي، فبصلايه بس صغيره. عندي شويه جزر مبشور. بصوا دي انا مش عايزه اقول لكم كميات، اللي انتوا عايزينه، جزرايه جزرتين اللي انتوا عايزينه. في الاخر احنا هنلم ميه وهنشوف هنلم قد ايه، يعني هتحتاج سوائل قد ايه. عندي فلفل اخضر، حاولوا تفرموا الحاجه ناعم عشان تدخل مع العجينه كده ما تبقاش يعني ايه خارجه براها قوي. الزيتون برضو هفرمه ناعم كده الشكل ده. واخر حاجه هبدا ان انا احط الزيت، والزيت هحط يعني هسيب معلقه كده نلم بيها زي ما احنا متعودين. تمام. وهبدا اعجن بالميه، احط شويه ميه اهو وهبدا كده ايه اعجن بالتدريج. نقلب. بصوا هجيب كده الجناب بتاعتها اهو عشان اتاكد ان كله كده ايه بيتعجن مع بعض كويس، مفيش حاجه خالص على الجناب بتاع العجان اهو. وابدا اعجن. هلمها بشويه دقيق كده عشان احنا زودنا ميه شويه، هلمها بشويه دقيق. هحط 2 معالق الزيت في الاخر كده هلم بيها برضو. بصوا هنشوف كده، انا مش عايزاها سايله، لو لقيتوها سايله تبقى محتاجه شويه دقيق. احنا الميه زادت بس معانا كده شويه
شيل بس الحاجات كده اللي مش نظيفه، ننضف كده حواليها. تقدروا بقى في الفطيره دي تحطوا جبن، تقدروا تحطوا بهارات، يعني تقدروا تحطوا مثلا بابريكا، كاري، اي طعم توابل انتوا بتحبوه ينفع تحطوه فيه يعني. فدي براحتكم بقى على حسب ما انتوا حابين. انا عملت لكم الاساس فيها، وانتوا الجزء الثاني ده يعني تقدروا تتحكموا فيه زي ما انتوا حابين. هلمها كده بشويه دقيق وهبدا اوريها لكم. هبدأ بقى ألمها كده، ومحتاجة تتعجن طبعا كويس جدا، يعني عايزة أعجن فيها حوالي 7-8 دقايق، يعني مش مجرد عجن كده لم وخلاص، لا عايزة أعجن فيها كويس جدا، وتبقى عجينة متماسكة. فعش مش عايز شغل العجان تاني ونعمل دوشة كده، هكمل عجنها كمان في الفاصل، بس هي كده محتاجة طبعا لسه تتعجن عشان الدقيق ياخد من كل السوائل. بعد ما تعجن بسيبها تخمر، او بسيبها تخمر مرة واحدة وانا مشكلاها. طبعا انا ما خمرتهاش وانا مشكلها عشان اوريكم هشكلها ازاي. انا عندي كده، دي كده بعد ما خمرت. ام خالد صباح الفل. ام خالد صباح الفل حبيبتي. صباح النور. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. دايما يا رب حبيبتي. الحمد لله والله كله زي الفل. بحبك جدا. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي والله. تسلميلي. والله بحبك جدا ومتابعاكي دايما. تسلميلي. بس دي اول مرة اتصل. حبيبتي تسلميلي والله، ده شرف لينا حبيبة قلبي. الله يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. قول لحضرتك بس اعديلي طريقة الفراخ تاني عشان انا ما تابعتش من الاول. عينيا. حاضر يا حبيبتي. عينيا حبيبة قلبي. ماشي يا حبيبتي، شكرا. مع السلامة. بصوا تعالوا بقى نطلع الفطيرة دي عشان انا هفرد دي مكانها. اهو بصوا طريه طراوه، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. بصوا حاجه كده فظيعه. بصوا عامله ازاي اهو، طريه جدا وحلوه حلاوه مش طبيعيه.